العالم كله وافلام الساينس فيكشن حصلت الروبوتات والذكاء الاصطناعي دايما في ادوار الشر. الاستوري المعتاده اللي هو روبوتات دايما هتعمل جيوش وهتيجي تهاجمنا بعد كده، وان مع تطور التكنولوجي دور الانسان هيبدا ان هو ينحصر. في بدايه 2020 ظهر شبح مخيف بالنسبه لنا كلنا وهو كوفيد 19. الوقت اللي كنا بنخاف ان احنا نلمس اي حاجه عشان ممكن يكون عليها الفيروس، والالكحول اللي ما كانش بيفارق ايدينا. مع تساقط الاطقم الطبيه بسبب الاحتكاك المباشر بينهم وبين المرضى، تفتكروا كان ايه الحل في الوقت ده؟ صح، هو الحل كان التكنولوجيا. ازاي هنقدر نعمل حاجه انها تقلل الاحتكاك ما بين الاطقم الطبيه وتحميهم من الخطوره دي؟ وطبعا كانت كيرا. كيرا كان اول روبوت في العالم ياخد مساحات البي سي ار، وعشان كده العالم كله اشاد بيه. منها الامم المتحده صنفته من افضل 50 ابتكار بنواجه كوفيد 19، وحسب مجله فوربس من افضل 100 اختراع على مستوى العالم لمواجهه كوفيد 19، وحسب رويترز وضعته من افضل 20 روبوت طبي على مستوى العالم. بعد كده كملت تطوير فيه وعملت كيرا فيرجن 3 او كيرا الاصدار الثالث اللي بيقدر يعمل اشعاعات، وحوالي 90% من الفحوصات السريريه اللي بيقدر يعملها الطبيب. وبعد كده اخدت جائزه جنيف للاختراعات عام 2021 في مشروع تشخيص الطب المبكر. في مشروع تشخيص الطب المبكر بواسطه الذكاء الاصطناعي. هنا جينا في السنين الاخيره كان في حاجه او خطر كبير جدا بيقرب مننا. مع تغير المناخ ومع الزياده السكانيه بدا نصيب الفرد من المياه بيقل. حد عارف نصيب الفرد في مصر كام دلوقتي؟ 250 متر مكعب سنويا نصيب الفرد من المياه، مع ان خط الفقر المائي حسب محددات الامم المتحده هو 1000 متر مكعب سنويا للفرد. فاحنا تقريبا 25% من المينيمم المفروض يكون نصيبنا من المايه. طيب فكرت ازاي هعمل حل سستينبل او حل مستدام يكون بعيد عن المصادر الطبيعيه لمياه الشرب الطبيعيه اللي هي زي الانهار والابار العذبه. ازاي هقدر افك شفره الحضاره المصريه منذ الاف السنين اللي هو ارتباط دايما الانسان بمصادر المياه الطبيعيه؟ واكبر مثال على كده هو الدلتا ونهر النيل. دايما من 7000 سنة حوالين السكان حوالين الدلتا ونهر النيل. وطبعا يعني ان انا اقدر ان انا اعمل الحل المستدام ده واجهني تحديين. اول تحدي ازاي هعمل مصدر مياه نقي وبقلل التكليف. تاني تحدي ازاي ان انا هقدر اعمل ده في اصعب الظروف الممكنة. ازاي ان انا هقدر اعمله في اقل كمان هوميديتي او اقل نسبه رطوبه بحيث ان اقدر اعمل ده في الصحراء. طبعا خدت كوكب المريخ كمثال، او بدات ان انا اشتغل على الكونديشنز او الظروف بتاعت كوكب المريخ. وكلنا عارفين ان ظروف كوكب المريخ من الضغط ودرجه الحراره لاقل من 50 سليزيوس، وكمان نسبة الكربون دايكسايد العالية جدا. ومن هنا جه إلو. طبعا لما بدأت في إلو بدأت إن أنا أعمل سيموليشن أو نظام محاكاة لنفس ظروف الطقس اللي كانت في المريخ بالنسبة للغازات والكربون دايكسايد
والضغط ودرجة الحرارة وكل حاجة تقريبا. وبدأت أعمل نظام المحاكاة ده، وكان العامل الأساسي في الموضوع اللي يقدر يعمل adaptation أو نسبة تكيف ما بين السيستم الداخلي ده والبيئة المحيطة هو الماشين ليرنينج أو الذكاء الاصطناعي أو النيورال نيتوركس، عشان إن أنا أقدر إن أنا أعمل ده بكل سهولة، بحيث إن أنا أقدر أوصل للديو بوينت. أو الديو بوينت هي الدرجة اللي بيتحول عندها الغاز لووتر ليكويد. إزاي أقدر أعمل ده في ظروف المحيطة دي؟ بالفعل عملت بعد تجارب كتير ونجحت بالفعل إن أنا أقدر إن أنا أعمل ده في نفس الظروف دي. بدأ إن أنا أعمل روبوت إيلو. إيلو هو يعتبر أول روبوت في العالم إن هو يعمل يسستين أو إن هو يعمل حياة مستدامة على كوكب المريخ أو يولد مية على كوكب المريخ. طبعا أنا من هنا بدأت إن أنا أحصل على مصدر للحياة أو مصدر للمياه مستدام يأمن المستقبل أو يأمن نصيب الفرد من مياه الشرب. في سنة 2050 متوقع إن يحصل شح في المياه خصوصاً في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، إن للأسف ممكن ناس تتقاتل على المياه وممكن ناس تموت بسبب قلة المياه. النهاردة أنا يعني هديكوا حاجة، دي إيلو بوتل هي أو بروتوتايب بتاع إيلو بوتل. هي دي إزازة بتعمل ريفيلينج لنفسها كل 5 ساعات. دي لتأمين نسبة المياه اليومية للفرد، بحيث إن أنا طالب في المدرسة هتكون معاه أفراد الجيش. كل فرد بتمنى إن السنة الجاية إحنا بدأنا خلاص في تنفيذها، وبتمنى إن السنة الجاية دي تكون في إيد كل حد. طبعاً يعني مع كل الحاجات اللي بتتعمل أو اللي بنحاول نعملها، بنحاول دايماً كل حد يفيد أو يدور على أفكار جديدة إن هو يفيد البشرية بيها، سواء في تخصصي، سواء يعني أنا مهندس، سواء حضرتك في أي تخصص تقدر أنت تفيد بيها البشرية. وهو ده الهدف إن أنا جيت لكم النهاردة. شكراً.